أرح فؤادك من هم الوجودات وارجع إلى الله عن ماض وعن آت واستغفر الله من ذنب وقعت به فالله بالفضل ماح للخطيئات. أبو ذر غضب من بلال قال له يا ابن السوداء، فذهب بلال يشكو إلى رسول الله شتيمة أبي ذر له، فالنبي استدعى أبا ذر وقال له وهو مغضب: إنك امرؤ فيك جاهلية، لسه ما إسلامك ما كمل، لسه في إسلام وفي جاهلية. صحابي وجليل والنبي عم يقول له لسه فيك جاهلية، أما علمت أنه ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضلا إلا بالتقوى. فلأنه مؤمن كلام النبي بده يثمر فيه العمل والتطبيق، أما إذا كان مالك ناضج الإيمان أو إيمانك ضعيف أو ما إيمانك شكلي تسمع لكن ما بيطلع من البزر زرع وما بيطلع من الكلام عمل، تيجي على الدرس تسمع من هون بيطلع من هون. ليش؟ لأنه ما صار في عندك تربية الإيمان، لسه قلبك محتل الشيطان وسادد كل الأبواب. فالإيمان ينال بالتوبة الصادقة مع دوام الذكر مع صحبة الذاكرين، هاي المدرسة. فرجع أبو ذر إلى بلال ووضع خده على الأرض التراب، وأقسم على بلال أن يطأ بنعله خده الثاني كفارة لما شتمه وللكلمة التي قالها عنه: يا ابن السوداء. هذا إسلام، أنت من الإسلام شو في عندك؟ قل له يا غبي، يا قليل الأصل، يا كذا، هي جاهلية. ما بدك تتكلم بغضب، تتكلم بإسلام. ما بدك تتكلم بهوى، تتكلم بمراقبة الله هونا هينا لينا كالجمل الأنف